أسعدني استضافة هنا في الرياض السيد فيصل صرخور رئيس تنفيذي لشركة كامكو. سيد فيصل أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. قبل أن نتحدث عن الترندز والنزعات الجديدة، قبل قليل كنا نتحدث عن الصناديق السيادية. مع الانخفاض الذي شهدناه في أسعار النفط، أنتم لديكم طبعا عدد من الصناديق السيادية التي تستثمر من خلالكم كامكو في إدارة الأصول. ما الذي لمستموه من حيث وجهة هذه الاستثمارات؟ هل هناك ريدمشنز؟ هل هناك انفلوز؟ ماذا تستطيع أن تعطينا؟ أعتقد مع التغييرات اللي صارت في اقتصاديات المنطقة، مع التغييرات النفطية، دخول التكنولوجيا بشكل أكبر، توسعات الاستثمارات في البنى التحتية، توجهات الصناديق السيادية خذت جزئين، شقين. يمكن الشق الأول إعادة هيكلة أعمالها للمرحلة المقبلة من النمو، والشق الثاني هو توجيه الاستثمار في المنطقة وخارج المنطقة. وإحنا إذا شفنا الفلو نقدر نقول ان في مواصله، يعني استراتيجيات الصناديق السياديه هذه ليست مبنيه على المدى القصير، مبنيه على المدى الطويل، لكن في كل فتره وفتره يتم فيها تحديث. واحنا مثلا بالكويت، واعتقد اغلب الصناديق السياديه بالمنطقه، رات استثمارات بشكل مدروس اكثر مع مدراء متمرسين في المنطقه، ففي زياده بالاستثمارات في المنطقه، اعاده هيكله لبعض الاستثمارات، وايضا استثمارات خارجيه في قنوات جديده مثل قنوات التكنولوجيا. سناتي على قطاع التكنولوجيا واستثماراته بعد قليل، ولكن ما هي النزعات التي تشهدها صناعه اداره الاصول تحديدا بالنسبه للفتره المقبله؟ يعني احنا لازم نشوف الوضع اللي الصناعه موجوده فيه اليوم. اليوم نعتبر صناعة إدارة الأصول صناعة لا زالت ناشئة في المنطقة، وإذا نتكلم بلغة الأرقام، اليوم تشكل الصناعة بالمنطقة أقل من 10% من الدخل القومي للمنطقة، الدول وللمنطقة ككل، بينما هي أكثر من 30-40% في الدول الأخرى والمناطق الأخرى، فهي لا زالت ناشئة. طبعا لتطوير هذه الصناعة نحتاج تطور في البيئة التشريعية، وهذا تم بشكل كبير بالمنطقة. نلاحظ احنا الهيئات الرقابية تم تطويرها، وبدت تساند الشركات الاستثمارية في تطوير نظمها ومعلوماتها. فالتوجهات اللي قاعد نشوفها تغيير في القطاع، والهدف منها بالنهاية هو زيادة ما نسميه بالدبث والبريث او العمق. وسنرى يعني بالفترات المقبلة استدخال أدوات جديدة، تطور أسواق، يمكن شفنا احنا تطور سوق الأسواق، بعض الأسواق إلى الأسواق الناشئة، ومنها الكويت في المرحلة الأخيرة. فالتطورات هذه كلها ستساند في تطوير الصناعة. وأحب أذكر هني المهمة هي ثقافة المستثمرين، وثقافة المستثمرين من ناحية الادخار والاستثمار، هذه يجب تنميتها من قبل القطاع العام، من قبل القطاع الخاص، خاصة وإحنا مقبلين على الـ VAT، مقبلين على الضرائب. ففي أمور كثيرة قاعدة تتغير بالمنطقة، والاستثمار جدا مهم للمحافظة على الأموال، وهذا من دون حتى ذكر مسألة التقاعد وبعد ذلك. يعني بالنهاية هي راح تدخل في مسألة التقاعد. أكيد. احنا اليوم نستثمر اليوم وندخر اليوم لمستقبل لنا ولأولادنا يكون أفضل. بالنسبة لصناعة الاسيت مانجمنت، هل نرى أي، يعني عادة ما نرى أنه السيولة والرساميل تخرج من المنطقة للاستثمار في أوعية خارجية واستثمارات خارجية، ما هو المطلوب لعكس هذه التوجهات لإبقاء هذه الأموال والرساميل في منطقتنا؟ هل المشاريع الجديدة، الرؤى التي تضع الآن ستساعد في عكس هذا التدفق في رأيك؟ ما ذكرته صحيح. يعني إذا رأينا اليوم توجهات المستثمرين، نشوف أن في استثمارات محلية إقليمية داخلية، لكن نرى أن في استثمارات أيضا خارج المنطقة. ومثل ما ذكرت أنت، أعتقد المشاريع الجديدة، ومنها يعني صراحة مشكورين المملكة العربية السعودية لدعوتنا لهذه
لهذا المحفل اللي شفناه صراحة يعني أكثر من ممتاز. بداية أفكار مشاريع هذه راح تساعد في تطوير الصناعة طبعا، في تطوير صناعة إدارة الوصول، في صناعة الاستثمار، وفي تجهيز بيئة وهيئة لاستقطاب الأموال من الخارج بالإضافة إلى المستثمرين من الداخل. فراح نمر بفترة تجهيز، لكن أنا أعتقد المستقبل على المدى المتوسط سيكون أكثر من ممتاز للصناعة. نتحدث عن التكنولوجيا في القطاع المالي، الفنتك يعني بدأ بأنه نوع من الديسربشن، ربما هذا الديسربشن سيزداد خلال الفترة المقبلة. رؤيتك لموضوع الفنتك، وهل هناك أي تطبيقات لديكم في هذه الصناعة حاليا؟ أعتقد الفنتك والتغييرات التكنولوجية اللي احنا مقبلين عليها في القطاع المالي كبيرة، اليوم نشوفها في قطاعات أخرى بشكل أكبر. يعني نتكلم عن السيارة بدون سائق، الروبو، الآيبوتس، والتكنولوجيا اللي قاعد تغير معالم حياتنا الشخصية وحياة المجتمعات اللي احنا فيها. لكن في 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 قطاع المالي احنا لازم نذكر ان القطاع الرقابي له دور كبير، فتعاون الشركات المالية مع القطاع الرقابي راح يكون لها دور كبير في مواكبة التطورات العالمية بالفنتك. التطورات قادمة لا محالة. اليوم احنا اذا نظرنا الى المصارف او القطاع الاستثماري، جميع الشركات تنظر الى فرص لتطوير اعمالها الداخلية بما فيها احنا. يعني اليوم نطور التكنولوجيا اللي نستخدمها، نطور اساليب التعامل مع العملاء، استقطابهم، تخارجهم، التواصل معهم، استبيان ارائهم. فالديتا والمعلومات اللي نجمعها على تعاملاتنا تساعدنا في تلبية رغباتهم وتلبية المتطلبات من قبلهم. وأهم شيء يمكن راح نشوفه أن التكنولوجيا راح تغير سرعة التعامل وتقلل يمكن التواصل الشخصي بشكل نسبي، لكن راح تطور من القطاع بشكل عام. أنا أشكرك جزيل الشكر، رئيس تنفيذي لكامكو فيصل صارخو، شكرا جزيلا على وجودك معنا.